الاستاذ طلع اطباء مهندسين محامين ضباط، مش عايز اطلع بلطجيه. وعلى ذلك ابدا غير مقبول حتى الصوت العالي، لن اقبله ابدا في الجامعات، لاننا لم اتصور ان الامر وصل الى الحد اللي وصل اليه بتاع كلية علوم جامعة اسكندرية، ولولا ان المحافظ ساب مكانه وتعين واحد بداله لحسبته اعنف حساب. اللي بيتعاطوا السياسة في بلدنا بيفتكروا ان السياسة يعني لا اخلاق.